انت من الزوار او من العارضين في المعرض انت في مدينة الرباط، كيف جاك المعرض؟ واعطينا قرب لنا الصورة، كيف جاك المغرب؟ المغرب بلد جميلة جدا، والمعرض كتنظيم وكإدارة معرض تحت قيادة الملك، ربنا يكرمه ويديله الصحة، ملك المغرب، حاجة فوق الوصف، ويعتبر من أهم المعارض. معرض المغرب اللي اتعمل في الرباط السنة دي من أهم المعارض اللي معمولة في الشرق الأوسط كله، في الدول العربية كلها. صناعة الكتاب نفسها كانت متأثرة بموضوع الكوفيد والسنتين اللي احنا قعدنا فيهم، وأول من بدأ في موضوع يعمل معارض دولية في وسط الكوفيد دهوت كانت مصر والهيئة المصرية العامة للكتاب، عملناه في شهر 6 السنة اللي فاتت، ورجعنا عملناه في شهر 1 السنة دي. المغرب يعتبر من أهم المعارض اللي اتعملت برضو بعد جائحة كوفيد، وكانت سبب الجائحة ديت في إعادة هيكلة صناعة الكتاب في مصر والوطن العربي تقريبا كله. شكرا، بشكركم جدا جدا جدا. السؤالي كيف يعني الجناح الذي ثار انتباه في المعرض؟ جناح أجنحة كتيرة، الديكور، التنظيم، الحاجات كتير. من أهم الأجنحة اللي شدت انتباهي جناح الرقابة الإدارية وجناح الأمن الوطني، بتعكس تراث عريق لدولة جميلة زي دولة المغرب. ده كلمة في الأجواء اللي كانت في المعرض اليوم. النهاردة كنا في افتتاح معرض الرباط الدورة 27 للكتاب، أول مرة يتعمل في مدينة الرباط. كانت أجواء جميلة جدا، وافتتح وزير الثقافة المغربي، وإحنا هنا هو بنمثل وزارة الثقافة المصرية وبنمثل مصر داخل جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب. وكانت الأجواء النهاردة جميلة، وكانت عجبني التنظيم جدا بتاع المعرض وكل حاجة عن المعرض من ناحية التنظيم وأهل البلد والبلد نفسها واهتمام الدولة واهتمام الملك، ربنا يكرمه بالعرس الثقافي الكبير اللي بيتعمل على أرض المغرب، التراث الكبير اللي موجود هنا هو. بس والجناح الذي تار انتباهك في المعرض؟ أهم الأجنحة اللي صارت انتباهي وأنا بلف امبارح في التجهيز كان جناح الرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطني، كان من ضمن الأجنحة اللي لفتت نظري في انعكاس للحضارة اللي موجودة جوه المغرب، وإن هم مهتمين بالثقافة رغم إن هم جهات إدارية وجهات أمنية، بس هم مهتمين بالثقافة زي وزارة الداخلية المصرية عندنا وزارة الدفاع. ألف مرحبا بيك. كلمة أخيرة. بحب أشكر كل أهل المغرب وأهل الرباط وأستاذ جلال القرش طبعا، صديقي الجميل جدا جدا جدا، من أجمل الشخصيات اللي قابلتها في المغرب. ألف مرحبا.